سيدة مولاي، عودة إليك. كما تابعنا في هذا الريبورتاج، تداوي بالأعشاب الأكيد يعود لسنوات خالدة الإنسان، يعني من خلق ربي سبحانه يداوى بالأعشاب. لكن اليوم هل تداوي بالأعشاب يداوي يعوض علميا التداوي الكيميائي؟ أولا وقبل كل شيء نشكركم على الاستضافة. Je suis très contente d'être parmi vous. الإجابة على السؤال تاعك، طب الأعشاب ما غاديش يرومبلاسي ويعوض طب الحديد، إلي كومبليمونتيغ يعني يكمل الطب الحديد. يعني أثبتت التجارب أن كاين أمراض داووها بالأعشاب هذه، يعني مفروغ منها. بصح أنا ننصح يعني قبل ما نستعملوا الأعشاب لازم نديروا دياغنوستيك، روحوا عند الطبيب نشوفوا تشخيص. شكرا على التراديكسيون. نديروا التشخيص، نعرفوا واش عندنا. كي نديروا التشخيص تما نجربوا الاعشاب. اذا نجحت الاعشاب تبارك الله، ما نجحتش عمرنا ما نتخلوا على الطبيب. ونحن دائما يعني الاخصائي في الاعشاب يكمل الطبيب ويكمل العلاج. اكيد هذه اللي حبيت نطرق لها. للاسف يعني معظم يعني احنا نعيط لهم الاعشاب، الجزائر نعيط لهم الاعشاب لان ما عندهمش تكوين. سيده مولاي اكيد انت تكوني في هذا المجال، تحثينا على هذا التكوين، المراحل اللي مريتي بها، ايضا اثناء الشهادات اللي تحصلتي عليها. جو سوي بسيكولوج بسيكولوج كلينيسيان، وخدمت في الجزائر كاخصائيه كبسيكولوج كلينيسيان. الله يبارك. الله يبارك فيك. وكملت دراستي في باريس وتحصلت يعني الشهاده، هاي راهي الشهاده جبتها لكم في الجامعه فرنسا. نشتغل اكتويلمون شوي كونسيير اون اورينتاسيون بروفيسيونيل، يعني نخدم لي شومور باريزيان. هذا هو الشغل نتاعي. علم الاعشاب هوايه. ملي كنت صغيره كنت نبغي الاعشاب وكنت نجرب الاعشاب. والحمد لله بحكم المحيط العائلي، جدودنا كيفاش كانوا يديروا؟ كانوا يتعالجوا غير بالاعشاب. صحيح. كانوا يجربوا اعشاب، واحد يقول لاخر، واحد كيشوف عشبه نشحت في مرض يقول الاخر يا سيدي سويتي سي كوم سا كيزون ديكوفير تا بلونت تا بلونت. ولكن التكوين تشوفيه ضروري باش الانسان يقول على نفسه انه مختص وباش الناس تحط ثقتهم فيه ولا لا؟ لا حقيقه لازم التكوين. يعني انا كما قلتي لي دوك العشاب يبيع لك عشبه بصح ما يعرفش يعني ما يعرفش طريقه الاستعمال، ما يعرفش ليستوريك نتاعك، ليستوريك دو لا سونتي، لا عندك مرض، لا كي تاكلي ادويه، لا ماكش تاكلي. صحيح. هذا مهم جدا. دونك الا قلنا قدامنا ناكلوا عشبه، اولا التشخيص مع الطبيب، يفو بوزي ان دياغنوستيك. كونت اون بوز ان دياغنوستيك من بعد نشوفوا العشبه اللي تداوي. من قبل نروح نشوفوا اخصائي ان كونسيي، سكو نابال اون فرونس ان كونسيي اون فيتوثيرابي، يدير لك ان انتروتيان تاع 30 مينوت. في هذاك الانتروتيان يطرح لك اسئله، لا كان عندك مرض في العائله، لا راكي تشربي دواء، لا عندك مرض مزمن، خاطش كاين ادويه ما تجيش اعشاب. عفوا كاين اعشاب ما تجيش مع كامل الامراض، كامل الامراض وكامل الادويه. صحيح. ولكن مثلا كاين عشبه ما تجيش مع عشبه واحده اخرى. صحيح. ولكن مثلا كثر الناس اللي عندهم مرض السكر اللي قال لهم يكونوا يعني حذرين حريصين قبل ما يدوا الاعشاب. هذه نقطه مهمه جدا، يعني حاله وقفت عليها شخصيا، انه مريضه تعاني من مرض السكر وعندها مرض ضغط الدم. يعني واش نصحوها؟ انها تشرب القرفه بعد ما تاكل باش هكذا تنقص من اعراض السكري، لكن بالموازاه القرفه على بالنا انها راح تقوي الدوره الدمويه، هذا راح ياثر على القلب. صحيح ولا لا؟ لا صحيح. هذه يعني الاخطاء اللي يوقعوا فيها عاده الناس اللي عندهم مرض السكري، لازم يعني يكونوا على اتصال دائم مع الطبيب. هذا سيتي شوز تري امبورطونت. وقدام لا يشرب اي عشبه، الا قلا يتاكد هذه العشبه لما تطيحش لا غليسيمي ولا لا سينو يدخل غادي يولي ايبو ويولي في مشاكل هو غنى عنها. سا سي امبورطون. و اون ميم طون الى قلاه كي يشربها يوزن ثاني لا غليسيمي تاعه، ماشي غير يقعد يشرب 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 ما على بالكش لا غليسيمي هو كي راهي. وانا جينيرالمون الناس اللي عندهم مرض السكر والامراض المزمنه ننصحهم يكونوا على اتصال مع الاطباء تاعهم قبل ما يشربوا اي عشبه، ويسقسوا الطبيب تاعهم، هو الوحيد اللي يقدر يقول لهم تشربوها ولا لا. ما يقدروش غير هكذا في راسهم، نشرب القرفه، نشرب الحلبه، الحلبه مثلا صح صح تطيح السكر وتريق له. بس صحيح قلنا
ايضا كاين بعض الاعشاب اللي ربما ينصحوهم بتناولهم ولا شربهم، ولكن الافراط في تناولهم بطريقه عشوائيه ياثر على امراض اخرى ولا ياثر على صحتهم. ما مدى تاثير الاعشاب اللي تناولوها بشكل يومي بطريقه عشوائيه على صحتنا؟ هي الاعشاب، الضوء تاع الاعشاب لازم ندوها كوقايه. اولا كوقايه، ماشي حتى الانسان يوصل للمرض مزمن ومن بعد يبدا يفكر في الاعشاب. الجسم تاعنا كمل السياره، السياره نديرها لوتروتيان، رانا كل عام تديها للميكانيسيان ويعني يديرها لوتروتيان وينقيها. جسم الانسان كيف كيف، لازم الانسان ينقي الكبده تاعه، لازم ينقي الكلى تاعه، لازم ينقي الجهاز الهضمي، الجهاز البولي حاشاكم، الجهاز التناسلي. دونك ندو الاعشاب كوقايه. المهم لازم يعني نكونوا نعرفوا الكميه نتاع الاعشاب. وانا بهذا الدراسه والدبلوم اللي حصلت عليه في باريس، راه عندكم الدبلوم هذا كوم كونسيير اون فيتوثيرابي، هذا يعطينا الكميه لكل عشبه. وانا كي نعطيك عشبه نقول لك شحال تشرب، نقول لك المده اللي تشربها، ونقول لكم ثاني لا تجي على البرد هذاك ولا العشبه هذيك ولا هذا، يعني الشيء اللي مركز عليه. تحسنا عن يعني المخاطر الاستهلاك العشوائي لهذه الاعشاب، لكن شنو الاعشاب الفوائد تاعها اكثر شيء؟ ماناش نستهلكوها هكذاك برك، اكيد تعود علينا بالمنفعه. نعطيك مثلا العشبه تاع الكتف، معروفه هنا في الجزائر العشبه تاع الكتف. يعني النساء اللي عندهم لي كيست تكيس مبايض يشربوا الكتف لمده 3 شهور على الاقل. يوميا يشربوا 3 حتى 4 كيسان في النهار لمدة 3 شهور، يديروا ليكوغرافي، كي يشوفوه ينقص يديروا اون بوز ويعاودوا يشوفوا. هذا التجربة يعني الكتف عشبة مهمة ونافعة، قلتي لي العشبة اللي دفعنا في هذه الحالة. كاين الكتف مثلا المسوس والكتف المالح، الناس اللي عندهم لاتونسيون طالعة يتفاداوا الكتف المالح ويشربوا الكتف المسوس. بصح قبل ما نروحوا نفكروا في الكتف لازم نديروا دياغنوستيك عند الطبيب، يعني ديروا دياغنوستيك يعني يكون بالموازات في نفس الوقت اون كومبليمونتير افيك لو ميدسان. ديروا الليكوغرافي اذا كان هذا لو كيسي ني با كونسيغ والعياذ بالله، نفكروا في الكتف ويعني نتائج رائعه جابها هذا الكتف، علاه ما نديروش اوليو ما نروحوا نديروا اوبيراسيون تنعد علينا يعني اوبيراسيون بور ريان. نفكروا في الكتف يروح طبيعيا، وهذا يعني شيء عظيم. صحيح صح معايا؟ صح صح. والبابونج مثلا للجهاز الهضمي زريعه البسباس للقولون العصبي. يعني لو كان نهضر لك على الاعشاب نفوتوا كاع النهار ما نكملوش. اكيد هناك ايضا عشبات بالك لو كان ما نستهلكوهمش بطريقه عقلانيه حيشكلوا نوع من الخطر على الصحه تاعنا. الميراميه على ما اظن عندها كثير من الفوائد، هذولها شجرة الحياة. بالفرنسية اسمها لاسوج. هذه العشبة نافعة بزاف للنساء وخاصة الجهاز التناسلي. بصح لازم تعدل الهرمونات النسائية. تعدل الهرمونات النسائية، بصح لازم يعني نحترموا الكمية ونشوفوا يعني الأمراض اللي تجي عليها ولا ما تجيش عليها. يعني باختصار أي عشبة عندها منافع عندها أضرار. لازم نعرفوا المنافع ونعرفوا الأضرار، كل واحد أضرر بالصحة تاعه. راه عارف واش من المرض اللي عنده، راه عارف مثلا الادويه اللي يشربها. مثلا كاين الناس اللي يشربوا الاسبيرين، كاين اعشاب كثيره دي زونتي كواغولون، ما نقدروش نشربوا مثلا القزل الهندي سي ان انتي كواغولون، الكركم سي ان انتي كواغولون، ما نقدروش نشربوا الكركم ونزيدوا معاه الاسبيرين، سينو واش يوقع؟ الانسان يولي عنده ايموراجي واللي يرعب فيولي، راكم فاهمين؟ لهذا يعني انا النصيحه اللي نعطيها لازم الانسان يتاكد من المنافع والاضرار، يحترم الكميه والمده، ويكون يعني هو اللي عارف صحته ويروح اخصائي يكون درس هذا العلم. طيب خلط الاعشاب ربما يؤدي الى تسممات في جسم الانسان، مثلا الزعتر ما ينصحوش به انهم يخلطوه مع مختلف الاعشاب الاخرى. لما تمدوا النصائح هذو للمريض ولا اللي يجيكم باش تساعدوه ما يتقيدش بهم، فبالتالي ما يؤدي الى اثار سلبيه على صحته، وفي الاخير يحصلوها في الناس اللي ربما المختصين ولا اللي قدموا له النصيحه ولا قدموا له المعلومات باش يتقيد بها. هذه المشكله تقدر تصرى مع طبيب. طبيب يعطيك الدواء يقول لك مثلا تحترم الكميه وتحترم المده. الطبيب ما غاديش يكون معك في البيت. صح. كل انسان لازم يكون مسؤول. هنا نروحوا للمسؤوليه تاع الانسان، هذه صحته. والطبيب ما غاديش يتبعه في البيت باش يعطيه يعسه لا شرب ولا ما شربش. نفس الشيء الاخصائي الاعشاب.
انا كي مثلا يتصل بيا انسان نطرح له اسئله على الصحه تاعه، على الامراض اكسيتيرا، نعطيه الكميه وهو مسؤول على ما غادي يصرى له في صحته. هذا الشيء يعني ما تقدرش انت تتبع الناس، تقدرش تتبع طريقه الاستخدام. اكزاكتومون. وننصح يعني المشاهدين الكرام لازم يتبعوا ناس قراوا في هذا الميدان، ما يقدروش يديروا اي عشبه نصح بها انسان في اليوتيوب ولا في حتى العشبات اللي متوفرين في البيت. اذا شفنا الزعتر نخلطوه مع النعناع ما نخلطوش. تقدري تخلطيه مع النعناع هي با بروبليم، بس غير الكميه ديريها غير صغيره وصاي. الزعتر سي ان انتيبيوتيك مليح للجهاز التنفسي. يعني في العالم، في كندا، في امريكا درسوا الزعتر. احنا اللي شايفينه حاجه يعني عاديه، هو حاجه كبيره للصحه، عندها منافع كبيره. المهم نحترموا الكميه ونحترموا المده في كل عشبه. غير القرنفل اللي رانا عندنا في البيت، القرنفل نديرو غير 3 ولا 4. صحيح. كان تزيد دير فوق 3 ولا 4. خلال جائحة كورونا يعني كان اكتشفنا انه عندنا دواء سحري في البيت اللي هو القرنفل، يعني اكتشفناه كنا نستخدموه يعني في الطبخ. صح. في المطبخ، وما اكتشفنا انه عنده فوائد عديدة، فوائد وقائية للجهاز التنفسي. شنو الاستعمالات الاخرى تاعو دكتور؟ القرنفل ينقي الجهاز الهضمي، مليح ثاني للجهاز الهضمي. وكثره في كورونا استعملناه للجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي يسرح يسرح الصدر تاع الانسان، يعني لا كاباسيتي ريسبيراسيون يزيد يطلعها. كاين القرنفل اللي درناه والقص الهندي اللي هو من وصايا الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا القص الهندي راه يعني مدرسه. يعني بتجربتي الخاصه جاتنا كورونا وتناولنا القص الهندي، وكان لا كاباسيتي ريسبيراسيون تهبط تحت 90، وتحت 90 لازم الواحد يتجه للزوجين. كي كنا نشرب القص الهندي يعني بالدليل كنا نديرو التونسيومتر تاع عبري لا كاباسيتي تاع ريسبيراسيون تطلع 30 مينوت ابخي كانت تطلع. يعني هذا الدواء هذا طبيعي معجزه. مليح الناس اللي عندهم ثاني لازم يوسع لهم لا كاباسيتي. مليح ثاني لالرجي، يعني درت عليه فيديو في قناتي تاع اليوتيوب، في الانستغرام، في الفيسبوك، في التيك توك. تفاصيل يعني متواجده على في الريزو سوسيو. جميل. بالحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الاثناء، ربما فريال تحكي معك، وانا كنت نتصفح الصفحه الخاصه بقناه الشروق الاخباريه، وصلتنا رساله ربما كونسلتاسيون متصله او وحده متواصله معنا مشاهده في هذه الاثناء، قالت لك انا عندي شقيقه حياتي كامل وانا بها، ولعلمكم انا ما عندي حتى مرض يعني عايشة به، فقط إذا كانت تعطينا كش وصفة لعلاج الشقيقة رجاء أن تقرأوا رسالتي. نشكر المشاهدة على الاتصال. يعني غير باش تفهم هذه المشاهدة، الشقيقة ما عندهاش علاج نهائي. الطب الحديث عجز باش يعالج الشقيقة، والأحشاب الطبية تقدر تعاونها وتخفف لها من هذاك من حدة الألم. شكرا. من حدة الألم. نقول للمشاهدة الكريمة في هذا الموضوع تاع الشقيقة، تقدر دير لويل اسونسيال دو مونت بافغي. مش عارفة كي تقولوا لا في الجزائر توفر أسوأ، يعني الزيت تاع لويل اسونسيال دو مونت بافغي، ماشي نعناع روحه يسموه لا مونت بافغي. دير زوج قطرات، ما تكثرش هذا لويل دو مونت بافغي قاطع. دير قطرة منه وقطرة منه، ودير هنايا في اليدين، ودير هنا في الركبه تاعها. هذا يعني بالتجربه اللي ليسونسيال دو مونت بافي ينقص من حده الوجع تاع الشقيقه. كاين حاجه واحده اخرى ثاني ننصحها بها، كاين ما نسمى الحنظل، وهو جاي صغير. شنو معنى الفلفولي؟ شكرا على الدراسه الفرنسيه. دونك شكرا على لانه عندنا يعني عندنا فقره مره عليا يعني هذا الاسم من قبل، يعني هذه التسميه مرت عليا من قبل. المهم يكون يعني هذا الزيت يكون طبيعي، ما يكونش مغشوش. اذا كان مغشوش ما راح يدير لها والو، رايحه تتاثر وتقول لك باللي ما دار لي والو. انا عندي صديقتي بالتجربه تعالج روحها وتعالج، ما نتعالجوش ما نتعالجوش، لكن نقصوا من حده الاعراض. كي تقدر ثاني دير الحنظل، مانيش عارفه لا تعرفوه، شيء هو حنظل. الحنظل شيء صغير شبه شويه للدلاع وصغير، تحله دير فيه زوج قطرات تاع قطران، وتستنشق ديرها في مجمر صغير، تستنشق هذاك البخار نتاع الحنظل مع القطران، تحبز روحها باش ما تنحرقش. وهذاك الحنظل مع القطران غادي يخرج لها كامل اللي كاين على الانتيريور. شحال الوقت اللي لازم ديرها زوج خطرات ثلاثه، تجرب دير نهار على نهار،
ومن بعد الا شافت باللي حست روحها مليحه تزيد تكمل. والوقت اللي تقعد فيها 20 دقيقه 4 ساعه 10 دقائق زوج دقائق وتوخر، ما تقدرش تقعد 20 دقيقه في البخار، دير زوج دقائق وتقلعه وتزيد تعاود ودير لمده اسبوع اسبوعين وتشوف روحها. هذا ثاني هذه الطريقه وهذه الوصفه نفعت الناس بزاف في جميل. في مشكله دكتور حبيت يشافي الجميع ان شاء الله. ايضا نطرق لنقطه مهمه جدا، تحدثتي عن فوائد الاعشاب، قلتي انها راح يعني تنقص من حده الاعراض، لكن كاين بعض الناس بالك فيما يخص بعض الامراض المستعصيه كما السرطان يستغناو عن لاشيميوثيرابي ويروحوا يعني للعلاج البديل، يروحوا للاعشاب يداووا بالاعشاب. الاعشاب الطبيعي هذه غلطه. انت كمختصه على الراي تاعك في هذا الاجراء. هذه غلطه كبيره، ما تقدرش تتخلى على لاشيميوثيرابي وتدير غير الاعشاب لحد الان. يعني بكل صراحة ما كانش عشبة شفات السرطان والعياذ بالله، يعني باش نكون صريحين، يعني الأخصائي لازم يكون صريح مع المريض، يقول له لا كاين اون سوليسيون، سي تخي بيان تبعه، ما كانش اون سوليسيون، يقول له فوالا ها ولا المرض تاعك واش عندك؟ السرطان للآن الطب الحديث ما عالجاش. صحيح. ما عالجاش. كاين بعض السرطانات اللي والحمد لله قدروا يعالجوهم لا شيميوثيرابي، وكاين اللي ما قدروش يعالجوهم. دونك انا ننصح الانسان المريض بالسرطان لازم يتبع الطبيب تاعه، لا بغى يدير اون باراليل يدير التداوي بالاعشاب ما كاش مشكل. كاين حاجه يقدروا يديروها المرضى تاع السرطان، كي يديروا لا شيميوثيرابي يلقى لهم ينقوا الكبد تاعهم. كيفاش؟ كيفاش كاين اعشاب، كاين مثلا ديسموديوم عذرا ما يلا خلاص نبحث ديسموديوم. كاين ثاني الشاردو ماغي، هذا لو شاردو ماغي هذا يسموها شكل جمل، خطرتش انا نبحث ونحاول يعني باش نعاون المرضى. اكيد جمهورك الاول جزائري. جزائري بالطبع، كي الجمهور الجزائري نحوس نحل يعني الاسم العشبه باللغه العربيه وبالدارجه باش نسهل لهم باش يروحوا يلقوها يعني بسهوله. وكثره كثره يعني الاهم كي يشوفوا لا فيديو ينوروها، نقول لهم روحوا وروها لباقي الاعشاب ويعطيها لكم. المهم نوري هاد العشبتين، هادو ما يليقش يشربهم المريض بالسرطان والعياذ بالله 10 ايام قبل لاشيميو و10 ايام بعد لاشيميو. يلق له يحترم المده 10 ايام قبل ويدير لاشيميو، يحترم 10 ايام من بعد ويتناول هاد العشبه اللي قلت له عليه ديسموديوم وشاردو ماغي باش ينقي الكبده تاعه، علاه؟ لانه لاشيميو تاثر شويه على الكبده. هذا يعني شيء مهم لمرضى السرطان، مانيش نقول لهم تعالوش سرطان يعني باش. ولكن كاين اعشاب وقائيه، يعني كاين اعشاب وقائيه تقي من الاصابه بالسرطان. يعني الاعشاب الوقائيه سي كوا؟ نقوا الجسم تاعنا، نقوا الجهاز الهضمي، نقوا الكبد، نقوا الكلى، نتفاداو الماكله اللي فيها ضرر للجسم. يعني ما كاينش غير اعشاب، كاين ثاني علم التغذيه، كاين نمط معيشي، نمط غذائي ايضا. اكزاكتومون. كاين ثاني الرياضه، انسان يدير الرياضه يتفادى السكر، يتفادى الماكله اللي فيها زيت بزاف، ويدير الاعشاب كما مثلا الريحان. الريحان مذكور في القران. الريحان واش يدير؟ ينقي الجسم من السموم. كي تنقي مثلا الجسم تاعك من السموم ما يريحش يتعرض بسهوله للامراض وخاصه الامراض المزمنه. كي نشربوا خطره خطره القرفه، الريقل والقرفه الحلبه، هادو كامل ملاح للجسم، ملاح للناس اللي عندهم السكر. يقول لهم كاين الناس يديروا الانسولين بصح تلقاهم دائما السكر تاعهم طالع، يعاونوا روحهم بهذا الاعشاب الطبيعيه ويبقى الاستهلاك عقلاني، يعني ما يزيدوش في الكميه ويحترموا المده. ما نقدروش افين نشربوا الاعشاب، لازم اون بوز يريح الجسم ومن بعد نعاودوا نشربوا. يعني الاعشاب للوقايه، وكاين حاجه انها طبيعيه على بها نشربوها، يعني نقولوا اذا ما فادتش ما تضرش، هذه هي العباره. هذه ما كاش منها هذا خطا، كاين اعشاب تضر، مثلا الشيح. الشيح راه مدرسه داروا عليه دي زيتود وزيتازوني وكندا، بصح راه فيه مسموم الشيح، ولو كان نفوتوا ثاني المده يقدر يضر الكبد. دونك إذا قلنا ما نقدروش نروحوا نشرو عشبه ناكلوها وما عارفينهاش، نعاود نولي لازم نكونوا عارفين الأضرار، نعرفوا المنافع ونحترموا الكمية والمدة.
ايضا الكميه تلعب دور كما قلتي في الحديث ديالك قبل دقائق، انه ناس يشربوا ربما يحطوها تغلي بزاف لفتره طويله، فبالتالي تتاكسد خليني نقول. صحيح صحيح. لازم يعني طريقه التحضير طريقه الاستهلاك مهمه. مثلا عندنا الاوراق ما تطيبش، الاوراق نديروها مع الاخر نرموا يعني نديروها انفيزيون، نحموا الماء ونفرغوا على 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 العشبه. كي تهضري هنا على لي تيزان اللي نشربهم بشكل يومي. فالتيزان وكاين اعشاب ثاني نغطيوهم نغطيهم توجور باش كاين زوج طياره. اكيد عندك ثقافه فقره خاصه اسمها عيش بعيش صحي. انا الحمد لله هذا يعود يعني الدكاتره اللي يدوزوا معنا صح، ومن اجمل الفقرات في برنامج الشروق مورنينغ. ان شاء الله تكوني ترافقينا لنا في الحلقات القادمه ان شاء الله. هافيك بليزير. المهم المشاهدين اللي بغاو يعني يشوفوا القناه يوتيوب غوناد باديا مرحبا بهم، نجاوب على الاسئله في اليوتيوب بالعربيه بالفرنسي بالدارجه كما يحبوا. أكيد بالجزائرية بالجزائرية بالوهران جميلة فقنا شوية فقنا شوية، وحنا نحبو بزاف ناس وهران ودائما نسلط الضوء على هذه المدينة والولاية الجميلة جدا. الله يسلمك الله يعزك. ما كانش جزائري ما يحبش وهران، يعني وهران محبوبة كل الجزائريين وناسها طيبين بزاف 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 ومضيافين ما شاء الله. ثم ثاني لي زالجي هو مضيافين وناس بلاح وعايش، وانا حاسه روحي في بلادي والحمد لله. خايش وحتى يعني كامل الجزائريين مضيافين وطيبين وربي يدوم المحبة بيناتنا ويكسر كل ما تحصل من كامل الجزائريين باش نقعدوا دائما في البيوت كل هو طبيعي ان شاء الله يا رب. شكرا لك سيده ملاي بديعه مختصه في التداوي بالاعشاب.